السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنتكلم على بيم Implementation، هو ازاي نتبنى البيم. لو احنا جينا نعمل سيرش على كلمة البيم فبنلاقي في تعريفات كتيرة جدا، يعني ممكن نقدر نقول ان انا همثل كل الخصائص وكل المعلومات في المبنى داخل جهاز الكمبيوتر، يعني اي معلومة هحتاجها عشان اتخذ القرار، عشان اعمل سيموليشن، عشان عايز اعرف مثلا تكلفة، اي حاجة هاخدها من الموديل اللي هيبقى موجود على الكمبيوتر. في اختصار Building Information Modeling يعني نمذجة معلومات البناء، او Building Information Management او ادارة معلومات البناء، او Better Information Management ادارة افضل للمعلومات. يعني لما هنستخدم المعلومة طريقة البيم ديت بنلاقي ان الموضوع بقى اسرع واقوى وأكثر فاعلية، وبيستخدم بطريقة قوية جدا في التصميم والتنفيذ والتشغيل، والعميل بيبقى راضي عنها وبيبقى قادر يفهم المعلومة ازاي، وبيبقى فيه سهولة جدا في انتقال المعلومة. فالاجتماع بيبقى سهل جدا وقاعدين فاهمين كل حاجة، مش في ناس قاعدة مش قادرة تقرا المخططات، لأ بيبقى الموضوع سهل جدا، وبيبقى فيه تواصل بين المكتب وبين الموقع اللي بينفذ. فبنلاقي الحاجات ثلاثية الأبعاد رباعية الأبعاد بتقدر تدخل المعلومات جوه الناس كلها ويقدروا يفهموها ويستوعبوها. المشكلة في العمل الحالي إن أنت بتبعت إيميل ممكن يوصل لشخص من الطش الآخر، يعني ممكن المعلومة ديت أنت مش عارف المعلومة دي مهمة بالنسبة لمين، فتبعتها لشخص يطلع مش مهمة بالنسبة له، وتنسى تبعتها لشخص تطلع مهمة بالنسبة له. فالموضوع فيه ارباك، لو انا بعت المعلومات للناس كلها الناس كتير هتتضايق لان بتجي لهم معلومات هو مش محتاجها. على سبيل المثال في معلومات خاصه بالاسانسير وابعاده واحماله وكهرباء وكل حاجه، هتتبعت لمين؟ ممكن انت تبعتها للمعماري، تمام، وتنسى تبعتها للكهرباء، الكهرباء محتاجه عشان الاحمال، تنسى تبعتها للانشائي، الانشائي عايزها يشوف الاعمده والكمرات هتخبط ولا لا، ممكن انت تبعتها للميكانيكال فيقول لك انا مش محتاجه في حاجه وهكذا. فمحتاجه ان انت الافضل بقى من كده ان يبقى في مكان واحد فيه كل المعلومات، تمام، بحيث ان اي حد عايز معلومه ياخدها. الطريقه التقليديه دلوقتي المعلومات ناقصه فكل واحد عمال يبعت ار اف اي، انا مش فاهم دي انا مش فاهم دي. لو اشتغلنا بيم صح هتلاقي الموديل موجود تقدر تاخد كل المعلومات اللي انت محتاجها، فالار اف اي بيقل كتير جدا لو انت شغال بيم بطريقه مظبوطه. ويبقى سهل جدا ان الديزاين يبعت رساله للبيم كوردينيتور، فالبيم كوردينيتور يعدل الموديل ويبعت له الحاجه اللي هو محتاجها. وكذلك الكونتراكتور لما تيجي اي معده يقدر يصورها ويبعتها الباركود بتاعها، فاوتوماتيك تعمل لها ابديت في قلب الموديل، والموضوع بيبقى اقل بكتير من الاول. البيم بيبدا منين؟ البيم بيبدا من اول ما يبقى فكره، يعني انت اصلا مش عارف الموضوع هيتكلف قد ايه، فبتستخدمه بيم بحيث ان ترسم موديل بسيط كده وتشوف التكلفه هتبقى قد ايه. اثناء البروجرامنج، كونسبشوال ديزاين، الديتيل ديزاين، اناليسيس، دوكيومنتيشن، الفابريكيشن، قوي جدا في موضوع الفابريكيشن بالذات، يعني بتبعت للمصنع انا محتاج القطعه رقم كذا بالطول كذا بالشكل كذا، فبتاخدها تتركب على طول. واثناء التشغيل واثناء الاوبريشن واثناء الديموليش، بحيث ان لو انت بتهدي المبنى برضو بتقدر تستخدم الموديل بحيث تشوف ايه الحاجات اللي ممكن تخلي المبنى يسقط بدون ما يدور المباني اللي حواليه. تقدر تشوف مثلا الاعمده، ايه الاعمده اللي ممكن تكسرها بحيث المبنى كله يقع بطريقه سليمه وما يهدش اي حاجه من حواليه، يقع بشكل رئيسي وسوف. دلوقتي في تحدي ان المباني كلها جديده، يعني انا لو عندي مبنى معين مول مثلا وطلب مني ان انا اعمل نفس المول ده في مكان تاني، بسيطه التعديلات بسيطه جدا وانا هبدا وانا عارف كل المعلومات. انما دلوقتي اصبحت المباني فريده من نوعها، ما حدش شغلها قبل كده، كل واحد بيحاول يعمل برج اعلى من جاره، فمشكله كبيره بتضطر تعمل حاجه خاصه بيه. فالبيم عملك الموضوع ده كمكعبات، انت تصمم كل حاجة في الكمبيوتر بحيث ان تنزل تركب على طول، مفيش كلاشات، مفيش مفاجآت، مفيش سربرايز في الموقع، لا الموديل كله تركيبات سريعة. زائد ان كل المعلومات بتبقى موجودة، انت بتحط القطعة بالمعلومات، مبقاش في مثلا قطعة وبعد كده المعلومة موجودة في البي دي اف رقم 546 فتدور عليه ما تلاقيهوش، لا ممكن 544، القصص المعتادة.
لا انت بتعمل سيلكت على العنصر وتقدر تشوف كل المعلومات وكل التكلفة وكل المعلومات بتاعة المصنع وكل معلومات التركيب. فالفوائد بتاعة البيم زي ما شفنا موضوع الكوردينيشن والكولوبريشن. الكوردينيشن ان احنا بنحل المشاكل كلها، والكولوبريشن الناس كلها فاهمة المعلومات بنتبادل. ده الاسلوب التقليدي ان انت تبعت معلومة لبعض الناس وتنسى تبعتها لحد. اصبح دلوقتي لا، هو مركز في مكان واحد والناس كلها بتقراه، وأي مشاكل بنكتشفها ونبدأ نحلها، وفي قدر كبير جدا من المرونة، والصيانة بتبقى سهلة جدا، والتكلفة بتبقى أقل بكتير. الكاد معمول بأسلوب إن أنت بترسم خط، بترسم سيركل، بس مفهوش إن أنت تعمل باب شباك وهكذا. فالفرق كبير جدا بين العناصر الذكية والعناصر غير الذكية. ده كل ده بحاول أقنعك بتبني البيم في الشركة. أكتر حاجة بتخلي الناس تتبنى البيم في الشركة إن صاحب الشركة يقتنع، وهو بيقتنع لما تقول له إن هو هيوفر التكلفة. طيب ده مثال، مثلا الكاد بروجكت كل لوحة بترسم لوحديها، إنما هنا البيم بروجكت كلهم متوصلين ببعض. أنت البيم بتاعك، الموديل بتاعك، تقدر تاخد منه سيكشن، تقدر تاخد منه بلان، تقدر تاخد منه سكادول أي لحظة. التصميم بتاعه بيبقى ذكي، فبيبقى سهل جدا تحصل على المعلومة اللي انت عايزها. في نظام اسمه Integrated Project Delivery اللي هو الـ IBD، اللي هو ان احنا معلومات المشروع كلها مسؤولية الجميع، وكلنا بنتبادل المعلومات وكلنا بنتشارك المعلومة. الكلام ده صعب في الكاد، بس في البيم ممكن بسهولة جدا. ده سيكشن متاخد في ثانية، يعني بعد ما رسمت كل حاجة عايز تاخد سيكشن في أي مكان بسيطة، ولو حبيت في أي وقت بتعدل تلاقي السيكشن اتعدل اوتوماتيك. فبيدينا نوع من الكوربريشن بيننا وبين بعض، وكل حاجة في البروجكت كنترول موجودة في قلب البيم. واللي بيساعدني في كده إن أنا أقدر أقسم المشروع، وكل جزء أقدر أكتب المعلومات اللي أنا محتاجه فيها، فبقدر أتحكم في الوقت والتكلفة والجودة، ودول التلاتة دول أهم حاجة عندي في المشروع. بيديني أكتر من حلول، بيديني إيه الأماكن اللي أحط فيها الكرين، الأماكن اللي أخزن فيها الحاجات، الانتاجية بتبقى أفضل، التوفير في الوقت وفي التكلفة، وإن أنا بشتغل في الجزء الأول، جزء اللي هو الديزاين، بحط كل الشغل بتاعي، فده بيسهل لو في أي تعديل يحصل بدون تكلفة. في حاجات الوقت بتاعها بيقل جامد جدا، زي الشيك والكوردينيشن بيقل من 96%. تقدر مجرد تبص على اللوحة تقدر تفهم كل حاجة، ويقدر أي كلاشات يوجدها لك. فالهالك بيقل جدا، الوقت الهالك بيقل جدا، الهدر بيقل جدا. لذلك الناس اللي بتشتغل لين مانجمنت بتهتم جدا بالبيم. البروكيرمنت اللي هي الحاجه هتيجي امتى، لو الحاجه جت قبليها قبل ميعادها، فده اولا اثر في التدفق النقدي، الفلوس اللي موجوده قلت. الحاجه محتاجه ان انا اخزنها. طب لو الحاجه بعد الميعاد، بضطر ان انا ناس كتيره قعدت فتره بدون شغل لان الحاجه لسه ما جاتش، فده هدر الفلوس. البي ام بي الاصدار السادس بينصح باستخدام البي ام في البروكيرمنت. العاده الاسمار بيوفر كتير جدا، وبيوفر بالذات في المانجمنت، في الاوبريشن، في التشغيل، يعني اكتر من البيلد واكتر من الديزاين. طيب ايه التحديات الموجودة عشان نتبنى البيم؟ في تحديات خاصه تكنيكال، ممكن الناس مثلا لسه مش عارفه البيم، ممكن الناس خايفه من تكلفه انها تشير مثلا جهاز، تشير برامج. بس لو جو بيفكروا فيها هيلاقوا ان هو خلال سنه او سنتين هيعوض الموضوع دوت. موضوع الستاندرد، لو اي حد عنده مشكله في الستاندرد يرجع لنا في اربيا، ان شاء الله هنقدر نقدم له نصايح كويسه جدا في الموضوع دوت. التكنولوجي، الاي تي انفايرمنت، البيزنس، لازم يكون عندنا استراتيجيه. في هو مش اجباري، فعشان كده ناس كتيرة مش مهتمية بيه، بس لو جربوا هيلاقي ان هو بيوفر كتير جدا. ال ROI في احصائيات كتيرة جدا بتثبت ان هو بيوفر كتير. السوشيال، الناس نفسها مش واخدة فكرة حلوة عن البيم، نتيجة ان في بعض الناس طبقوه بدون خطة وبدون نظام، فأصبح في مشاكل. انما لو جينا نبص هنلاقي العالم كله بدأ يهتم بيه، السنغافورة، الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، دبي، مصر بقى فيه كود، بريطانيا، أمريكا، فرنسا، إيطاليا.
ده بتاعت حكومة دبي. فاحنا لقينا فعلا الموضوع البيم ده بيسهل علينا كتير جدا. في الاول بياخد منك وقت، لان اي برنامج بتعلمه بياخد منك وقت، هو مش برنامج يعني، برنامج البيم اللي انت اخترته هياخد منك وقت. فانت محتاج ان انت تتبنى البيم وتكون واثق يعني، ثق فيا وان شاء الله انا هتدعي لي بعد كده. في اول مرحله بقى يا ايه المنبهر باللي بيحصل، بعد كده بتلاقي نفسك عمال تشتم فيا، احنا بنطبق وبياخد مننا وقت، بعد كده تيجي تاخد عليه وتتبناه كويس يعني. فانت عشان تتبنى البيم لازم يكون في قواعد ويكون في تخطيط وفي نظام معين يعني. ما ينفعش مثلا حد يقول لي انا هتبنى البيم النهارده ويروح محول الشركه كلها بين يوم وليله، لا لازم على مراحل. لان لو انت حاولت بين يوم وليله في مشاريع معاك، المشاريع دي ممكن تتعطل لان الناس لسه بتتدرب. لازم الفريق بتاعك يكون عارف موضوع الكولابريشن وعارف ان هو يتبادل معلومه، ما يكونش بيبخل بالمعلومه على نفسه. لازم يبدا يتبنى الستاندرد، بنبدا نشوف ايه الحاجه اللي احنا نتعلمها. لازم يكون عندك واحد يقود الليله، بالمانجر يقول هناخد ايه الخطوه اللي هناخدها. طبعا هو قرار جماعي، بس هو بيقول لهم ايه الصح وايه الغلط، بيقول لهم ان البيم انتوا شايفين ان هو سوفت وير وهاردوير، لا ده في ستاندرد، في ورك فلو، في بروسيسز، وفي كذا حاجه. الحاجات دي لازم انا نعملها وننظمها عشان ناخد حاجات. احنا مش هناخد 3 دي بس، لا احنا هناخد بري فابريكيشن واسيت تراكنج وليزر سكان وفيلد بيم، يعني الفوائد اللي هتقعد علينا كبيره جدا، بس يكون ماشيين مظبوطين والا هتبقى في مشكله. فالسوفت وير الناس مركزه عليه، احنا سيت اب برنامج ايه، لا في حاجات كتير جدا غير السوفت وير، ولازم نقعد مع كلاينت نعمل حاجه اسمها بيم اكسشن بلان، هنعرفها مع بعض في الكورس ان شاء الله. هنبدا نشوف الستاندرد اللي هنشتغل بيه، هنبدا نشوف الادوات اللي هنشتغل بيها، الادوات التعليميه هناخد بقى فيديوهات دوكمنت ميتنج الحاجات دي كلها. قناه بيم اريبيا على اليوتيوب فيها ما شاء الله شرح كويس جدا، التمبليت، طريقه الاتفاق هتبقى عامله ازاي، كل الحاجات دي لازم نتفق عليها. دي بعض الاكواد المشهوره جدا. طبعا اشهر حاجه الكود البريطاني البي اس اي، في الاي اي اي ده مشهور برضو، جي اس اي، في سنغافوري برضو كويس ممتاز. لازم نحط استراتيجيه هنشتغل ازاي، الاستخدامات بتاعه البيم، العمليات اللي احنا نعملها، المعلومات، الاجهزه والهاردوير، الانفراستراكشر، الحاجات الشخصيه. فاي شركه بتقول لي تعالى عايزين نعمل نتبنى البيم ونمسك لنا الموضوع دوت، اول حاجه لازم اقعد معاهم واعرف هما فين ووصلوا فين. فبنبدا نشوف ايه العناصر اللي احنا هنبدا نعمل لها تقييم، وبنبدا نشوف الشركه فين وايه الحاجات اللي هي محتاجه تتطور فيها. فبنبدا نشوف مثلا هل هم في الجزء بتاع التكنولوجي موجودين في اي مرحله، وايه الخطوات اللي هنعملها عشان تتنقل للخطوه الثانيه. بنبدا نعمل حاجه زي كده، نبدا نشوف انت موجود فين وايه المرحله الجايه وايه المرحله اللي بعديها والحاجات دي كلها، ونبدا ننصح نشوف ايه البرنامج الانسب ليهم ان هم يشتغلوا بيه، لان هو مش حاجات ثابته، لا كل شركه بيبقى لها وضع خاص. فبنبدا ندرسه، ممكن يكون عندهم مثلا مشكله في الاجهزه مش محتاجه تغيير، فنبدا نشوف. بنبدا نقيم كل الاشخاص الموجودين، مين اللي عنده استعداد ان هو يكون في اول الناس اللي تشتغل بيم، ومين اللي منتظر وبعد كده يبقى التحق بيهم. ولازم نفهم الاداره ان البيم ده مش هيؤتي ثماره في اول شهرين ثلاثه، لا محتاج ان هو يصبر عليه ويتبنى الموضوع. بس هتبقى الشركه بتقدر تعمل البيم وبتقدر تعمل الكاد، وبعد فتره هتلاقي الناس شغاله في البيم بس حتى لو هو مطلوب كاد. نوضح لهم الرؤيه، نوضح لهم ان هو مش سحر، ان هو محتاج تشجيع منهم عشان نقدر نتبناه. وبنشوف ايه الخطوات اللي احنا هنبدا بيها، ايه الناس اللي هتبقى معانا، ايه البروتوكول اللي هنبدا نشتغل بيه، وازاي نشرحه للناس، وازاي نديهم تريننج، واذا كنا محتاجين نعين ناس ولا لا. وبنحدد البرامج اللي هي بتاعت عمل موديل، وبرامج المراجعه، وبرامج الكوردينيشن. يعني مثلا ده برنامج الريفت، في معماري وانشائي وكهروميكانيكال، وبناخد منه سولار ستادي، بناخد منه رندر كويس، الشوب دروينج والاستبيرات. برنامج النفس وركس بنعمل منه 4D و 5D، بنشوف الكلاشات وبنضيف لبعض الزمن وبنشوف التكلفه. برنامج اكوتكت بس ده واقف بقاله فتره، ده بيعمل لي انفايرمنتال اناليسيز. الجرين بيلدينج ستوديو، في برضه برامج كويسه جدا زي برنامج تكلا وبرنامج الاركيكاد وبنتلي. فكل شركه بنبدا نشوف ايه البرامج المناسبه ليها، وازاي نتاكد بقى من جوده الموديل نفسه. فبنعمل
في برامج خاصصة تجيب لي كليشات، بنعمل الوك ثرو، بنمشي جوه المبنى بنشوف ايه المشاكل. في كل مرحلة من المراحل بالنسبة للبيم بروسس فور بروجكت بنلاقي ان احنا عندنا كذا مرحلة، بريبيرنج لسه بنجهز، اسكيماتيك، ديتيل، كونستراكشن، اسبت. فكل مرحلة من المراحل دي لازم نحدد ايه اللي احنا هنعمله في كل مرحلة منهم. يعني في مرحلة البريبيرنج بنبدأ نفهم العميل عايز ايه، بنعمل بيم اكشن بلان وبنشوف المعماري ايه الحاجات اللي هيحطها. الام اي بي بيبدأ يعمل ريبورت، مش لازم يطلع لوح. في مرحلة الاسكيماتيك بنبدأ نعمل ابديت على الموديل، بنبدأ نحط كل المعلومات اللي هي لازمة للمرحلة ديت في الديتيل ديزاين. بنبدأ نشوف بقى كلاس ديتكشن بطريقة أقوى، بنبدأ نشوف الريبورت اللي هتطلع من الـ MEB موضوع الحصر. في موضوع الكونستراكشن بيبقى مركزين على الـ RFI، لو في أي مشاكل بنعمل فاليديشن إن الموديل كويس، شوب دروينج، بنبدأ نعمل سنجل سيرفيس دروينج، الكومباين سيرفيس دروينج، الديتيل سكادول، الأسبرت بنبدأ نشوف الحاجات اتعملت ازاي، ممكن نعمل ليزر سكان ونبدا نقارن بينهم. الفاسيلتي مانجمنت بنبدا ناخد الموديل ونبدا نعدل عليه. البيم مانجر ده مهم جدا، لازم يكون شخص هادي كده ويعمل بيم اكشن بلان مظبوط والاهداف المضبوطه وماتريكس للمسؤوليات، ويعمل بيم ديليفرابل ويحدد المواعيد ويبدا يشوف العقود، كواليتي كنترول، بيم كوردينيشن. في البيم كوردينيتور بتاع الاستشاري ده بيبقى بيعمل هو البيم ديزاين، ويبدا يشوف المشاكل ويبدا ينسق بين الافراد ويشوف كلاشات ويبدا يتاكد من جوده الموديل. بتاع الكونتراكتور بيبدا يستلم ويبدا يشوف المشاكل ايه، وبيبدا يدرس ستاندر الدروينج، ولو في اي اسئله بيبعتها للاستشاري. طيب ايه الاهداف اللي احنا عايزين نحققها؟ احنا عايزين نعمل حاجه هاي كواليتي، حاجه العميل اللي بشافها ويعني راضي عنها. فانت في حاجه اسمها فيرتشوال رياليتي برضه، بيخليه يلبس نظاره ويخش جوه المبنى بحيث يتاكد ان هو ده اللي هو عايزه. الانتاجيه تبقى اسرع، نوفر في الوقت. في نقطة كتير من الاداره بس ما كانش بتنفع مع الاساليب القديمه في الكاد، في البيم بتبقى افضل زي اللين مانجمنت، اريال مانجمنت. فاحنا في البيم عندنا لما كان شركه بنقول ده هي في ليفل 0 او ليفل 1 او ليفل 2 او ليفل 3. ما فيش حد وصل ليفل 3 حتى الان، حتى وقت التسجيل. ليفل 0 ما عندوش سيستم، ما فيش ستاندرد، مش شغال اكسرفات. ليفل 1 بدا يبقى فيه شغل بس مش كل الناس شغاله بنفس الجوده. ليفل 2 بيبقى عندي كذا موديل معماري وشوكر وميكانيكال كلهم شغالين بيم. البيم اكشن بلان من الحاجات الهامه جدا، لان ممكن المشروع يقف بسبب ان في سوء فهم من الاطراف، ده يقول لا ده المفروض ده اللي يتعمل، ده اللي يتعمل، كل واحد بيركن المسؤولية على الاخر. فلازم في البيم اكسشن بلان نكون محددين ايه الاكواد اللي هنشتغل بيها، ايه المسؤوليات على كل شخص، كل واحد هيعمل ايه، التسليمات اللي هتتعمل. فبيبقى محددين الاهداف بتاعتنا والاستخدامات بتاعتنا والبروجكت اكسشن بلان والبروسيس اللي هتستخدم. ممكن تقول مثلا ايه، انا عايزك تبعتها لي كل اسبوع، هو يقول لا انا هبعت لك حاجه اخر السنه. لا ما انا عايز اتاكد ان انت ماشي مظبوط. طب الموديل اساسا انا عايز بقى الموديل الاساسي، مش هدولك انا هديك كاد وبي دي اف. الحاجات دي لو مش واضحه من الاول هتعمل مشاكل كتير جدا وممكن الشغل يقف. فاحنا بنحدد في كل مرحله من المراحل ايه الحاجه اللي احنا هنهتم بيها، وابدا وانت عارف هتنتهي فين. تمام، بتبقى محدد كل مرحله من المراحل ايه التركيز فيها وايه الحاجات المفرغات اللي انا محتاجها، وببقى قاعد مع العميل اعرف ايه الحاجات اللي انا عايزها. دي الحاجات دي مهمه جدا على اساس ان احنا نعمل البيم مظبوط. دي بقى بنحدد كل عمليه هتبدا فين وتنتهي فين. الحاجات دي مهمه جدا في الامبلمنتيشن، ان احنا نكون محددين الناس كلها فاهمه يعني ايه بيم اكشن بلان، فاهمه يعني ايه اكواد، فاهمه يعني ايه، ونختار الكود اللي هنشتغل عليه اهم من البرنامج. ده احد الكتب المهمه جدا اللي بيشرح البروجكت اكسكيوشن بلان، وده برضو بروجكت بروكيورمنت بلان، اورجانيزيشن اكسكيوشن بلان، اورجانيزيشن استراتيجيك بلان. دي رود ماب بنبدا نعملها، بنقول كل واحد هيبقى عليه ايه، وبعد كده لازم بعد ما تخلص ينتقل للمرحله الثانيه، والمرحله الثانيه مين اللي هيعملها، ومحددين الرؤيه والاستخدامات. في حاجات خاصه بالمنظمه وحاجات خاصه بالمشروع. تمام، دي هنا بقى بنبدا نحدد بقى احنا هنسلم في كل مرحله من المراحل
الاودي كان الليفل اوف ديفلوبمنت، فممكن مثلا تقول له انا اسلم الاودي 100 وبعد المرحله بعدها 200، او لا في المرحله دي اسلم الاودي 100 المرحله بعدها اسلم الاودي 200 وهكذا. ونبدا نشوف الكونتراكت مع الستاندر بتاع البيم، الحاجات هو طالب ايه في العقد، فبنبدا نشوفها وازاي هنغطيها وازاي هنعملها. ممكن تنسى سطر فده يكلفك كتير جدا، وبالعكس ممكن ما تقدرش تكمل المشروع لان انت فيه سطر ما قريتوش كويس. تمام، هنا بنبدا نقسم اجزاء المشروع بحيث ان احنا نقدر نسيطر عليه لاجزاء صغيره. طيب من ضمن الحاجات اللي الواحد بيستفادها ان لازم يكون عندك شخص فاهم بيم يبقى شغال معاك، والفريق يكون متكامل ومتحاب ويبقى شغال مع بعض، يبقى البيمشن بلان تبقى واضحه الشغل عندك. ما تهملش البيمكشن بلان لان دي هتحل لك مشاكل كتيره، هتحل الاختلافات في البيمكشن بلان. ما تحطش كل حاجه بتفصيل، يعني ما تقولش مثلا في حاجات معينه مثلا الاي لو دي تقعد تشرحها مثلا في 20 30 صفحه، لا ممكن نقول الاي لو دي لما نختلف هنروح للبيم فورم صفحه كذا خلاص خلصت. الفاميلي نيم سمي بنفس الطريقه اللي موجوده في البي اس 5 8 5 4 1، خلصت سهلنا على نفسنا. البيم اهم حاجه فيه كولابريشن، لو الناس مش متوافقه مع بعض او في اختلافات او الناس مخونه بعض مش هيبقى فيه بيم خالص. من الحاجات المهمه برضو ان احنا نعمل شير دو كوردينيت، بنتاكد ان احنا كلنا شغالين على نفس الاكس والواي. الكلاش سيكشن لازم يبقى بصفه اسبوعيه، ما نستناش لاخر المشروع. استخدم رمز غير متكرر لكل اي دي، ده هيساعدك كتير جدا بعد كده لما تيجي تربط مع البرمافيرا. لما الاجهزه بتاعتك لازم تكون كلها نفس النوع وكلها قوية وكلها كويسة، وإلا الشغل بتاعك هتعطل. خطط بعناية قبل ما تبدأ. إيه الملف مثلا المعماري هنقسمه لكام ملف وهنربطه ببعض والحاجات دي كلها. في ناس بتقول لك هنعمل البيم ويروح حاطط كله في ملف واحد وفي نص الشغل ما يقدرش يلاقيه تقيل فيبدأ يقسمه. فوقت التقسيم ده شغل كتير بيضيع والوقت بيضيع، فلازم تكون مخطط من الأول. في قاعدة اسمها 2 انش، يعني لو حاجة صغيرة قوي ما تهملهاش وما تحطهاش، يعني لو في حاجة صغيرة جدا ما تضيعش وقتك فيها. لو هي مثلا السبورت بتاع السيلينج يعني صغير جدا وتحط في اي حتة فما تشغلش بالك بيه. الستاندرد لازم نكون متفقين على الستاندرد كلنا كل الشركات، يعني في مشروع كذا شركة كلنا متفقين على نفس الستاندرد اللي هنشتغل بيه. الليلو دي 100 200 300 400 500، الليلو دي 100 تبدأ تشوف المعلومات اللي تحطها هنا ال 200، طبعا الكود بيحدد ايه المعلومات اللي تحط، بس في ال 100 مش مطلوب مني الويتس ولا الديبس ولا الهاي، مطلوب مني في ال 200 لازم احط له سايز. 300 تبدأ تحط معلومات اكتر حسب العنصر وهكذا. ما تجيش في اخر المشروع وتلاقي نفسك مزنوق في الوقت وتروح جايب ناس من بره، مش هيسعفوك لان هم هيقعدوا فتره على ما يفهموا المشروع. ممكن تجيب ناس تعمل حاجه من غير فهم، يعني هيحط حاجات في الشيتات هيظبط الدايمنشن بس مش هياخد وقت في الفهم. البيم ميتنج لازم نكون مخططين ليه كويس جدا، لازم نكون محددين ايه الهدف منه، النقاط ونبعتها للناس كلها، الناس جايه وعارفه ايه النقط اللي هنناقش فيها، محدش يتناقش في اي نقطه غير النقط ديت. البيم ميتنج يبقى اسبوعي ما دام في حاجه مهمه، بنبدا نشوف ايه المشاكل، مين الاشخاص اللي هيحضروا. بعد ما بيخلص بنبعت ايميل في ملخص للاتفاق. اوتوميتد اي حاجه بتاخد منك وقت حاول ان انت تعملها برنامج، تشوف برنامج يعملها لك، يعني حاجه بتاخد منك وقت وبتضيع وقت وسهل انها تتبرمج، لا برمجها اسهل. وما تتفرجش، ابدا تطبق البيم وابدا اعتمد البيم وابدا تطبقه وشوف ايه المشاكل اللي هتظهر وحسنها وهكذا. تمام، ابدا ادرب الصف وحسن الصف، ما تقولش لا انا ممكن ادربهم ويمشوا، يمشوا بس لو قعدوا هما ما اتعلموش دي اخطر بكتير من ان هما يتعلموا ويمشوا. فانت لازم يكون عندك فريق قوي جدا ويكون عندك ناس بتتطور باستمرار، وان شاء الله يعني هتلاقي فايده البيم كتير جدا لما تبدا تطبقه، لما تبدا تمشي باستراتيجيه مظبوطه وعندك داتابيز مظبوطه وعندك الشغل مظبوط تقدر تدير من خلاله الموديل بتاعك. دي سكشن 3D زي ما انت شايف بتطلع بشكل جودة عالية جدا، ده المخرج النهائي، بتلاقي حاجات قوية وبتلاقي حاجات 2D و3D، وتلاقي حاجات تقدر تستخدمه في سيت مانجمنت، تقدر تستخدمه في سستينابيلتي.
ولازم الناس اللي معاك تتأكد من جودة الموديل. ده مشروع لوسيد سيتي، ده مشروع ناشونال ميوزيوم قطر. دي بعض المشاريع اللي لازم تتعمل بالبيم، ده بتاعت الكورة لو حد بيحب الكورة. ده مشروع أنا اتشغلت فيه،